نظم اتحاد التعاونيات الزراعية بولاية العصابة حفلا بمناسبة انتهاء موسم الحصاد. الحفل كان مناسبة لعرض ما تنتجه التعاونيات التي يضمها الاتحاد من صناعات محلية إضافة إلى محاصيل زراعة الخضروات. الأنظام النفارة وفي فرحة وسرور يراقص هؤلاء النسوة منتوجهم الزراعية بعد أشهر من الحرث والعمل بجد من أجل توفير وتموين ما يتطلبه السوق المحلي من خضروات ومنتجات محلية. ممثل السوري الأخضر الكبير أكد أن الأولوية التي توليها الجهات المعنية من خلال مشاريع تنموية تم تجسيدها من خلال الدعم المادي والتكوين للتعاونيات العاملة في المجال. نحتفل اليوم بهذا الحصاد الذي بدأ يوم 1/2/2022 وقد وصل إلى 300 كيلوغرام من الخضروات باستعمال المحلي و 74,550 أوقية قديمة للتسوق من التسويق، وذلك بإشراف تام من الوكالة حيث وفرت البذور وتوفير الكادر الفني ما يزيد على 500 تعاونية ناشطة في مجال زراعة الخضروات والصناعات المحلية والصبالة تم تكوينها وتأطيرها في هذه المجالات المختلفة. إن هذا الاتحاد الذي يتشرف بحضوركم يضم 546 تعاونية ناشطة في المجالات التالية: الزراعة بأنواعها، تربية الدواجن وتجفيف اللحوم، والصباغة والدباغة والخياطة، وصناعة الكسكس والتجارة الصغيرة. السفير الفرنسي السيد روبرت موليه نوه بالجهود التي تبذلها نساء التعاونيات النسوية في كيفه، والتي تجسد الوحدة الوطنية من خلال مكوناتها المختلفة، والتي يجمعها حب الوطن والسعي في تطوره، مؤكدا دعم ومؤازرة صندوق الدعم الفرنسي للعمل النسوي. مداخلات المزارعين تناولت أهمية الدعم من خلال الشراكة بين الفاعلين التنمويين في تشجيع المنتوج المحلي وتطويره، ليتجول السفير الفرنسي بعدها في أحد نماذج مزارع التعاونية ويطلع على أنواع الخضروات التي تنتجها. محمد مولود، الموريتانية، مدينة كيفة.